السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ سارة يوسف. نتمنىكم تكونوا بخير. اليوم فيديو جديد وصفة خفيفة ظريفة اللي هي كيكة ديال التفاح، غير هي كيكة ديال 7 معالق. كيكة خفيفة والمكونات ديالها موجودة في كل بيت، وبما أننا حنا في موسم ديال التفاح علاش ما نستغلوش ونحاول ناكلوه بطرق مختلفة. نشوفوا المكونات وطريقة التحضير. غنبداو بالكيكة اللي ما فيهاش مقادير بزاف، يعني مقاديرها متوفرة في كل البيت، اللي هما 2 ديال البيضات، 7 المعالق ديال السكر، سكر الفاني، 7 المعالق ديال الزيت، 7 المعالق ديال الحليب، و 7 المعالق ديال الدقيق الأبيض الفورس، وخمارة قيمة 8 غرام من البيكنج باودر. غنجيب البيض ديالي، أنا ديجا درت فيه قليل من الملح، يعني كنخلطو قبل ما نزيد داك السكر باش ما يتهرش ليا صفار البيض. ونحاول دابا ملي غنزيد السكر غنحاول نطلع هاد البيض جيدا، يعني كل ما طلعتو كل ما كتجي الكيكه هشيشه وخفيفه. كيف ما قلت 7 المعالق، ونزيد سكر الفاني حتى هو من الاول. ها هو من بعد ما ضاعف الحجم ديالو هانتوما كتشوفوا الخليط بياض ولا بحال الكريم. دابا غنزيد الزيت، باش يطلع لنا البيض مزيان خصو يكون بحرارة المطبخ، يعني نجبدوه بحد نص ساعة ولا ساعة على ربع قبل ما نستعملوه، هكا باش ينجح لنا حتى الكيك. غنزيد الحليب، دابا غنجيب ديما تنقول نغربلو دقيق قبل ما نزيدو الكيك، هكا باش يجي خفيف وما يكونوش عندنا تكتلات. نغربل معاه حتى الخمارة ولا البيكنج باودر قيمة معلقة صغيرة، يعني الكيكة ديال 7 معالق كتبقى من أنجح الكيكات، يعني الحمد لله أنا ديما كتنجح ليا، ما كتهبطش ما كتنقص. نخلطو دابا غير بشوية، نجيب المول ديالي اللي ديجا دهنتو بالزبدة ورشيتو بالدقيق، غنكب فيه الخليط ديالي. وهنايا التفاح، كيف ما قلت حنايا في موسم التفاح نحاولو نغتنمو الفرصة ناكلو التفاح وناكلو لوليداتنا. هنايا التفاح قطعتو، قشرتو وقطعتو، درت ليه شوية الحامض باش ما يتأكسدش. غنجيب دابا نخوي الخليط، نضربها شويه، غنجيب التفاح ونحطو كيف ما بغيت. بسم الله، غنستمر بحال هكا حتى نكمل السطح ديال الكيكه ديالي، وندخلها للفران على درجة حرارة 180 درجة. كيف ما قلت هي دغيا تطيب، يعني 15-20 دقيقة كطيب. هاي من بعد ما خرجتها من الفران كتجي محمرة وغزالة، ملي كتخرج كنسقيها وهي سخونة، كنسقيها بعصر ليمون اللي بحرارة المطبخ، كان خليتها حتى تبرد نسخن شوية داك عصير الليمون عاد نسقيها به هكا باش تشرب.
راه تشرب هاد الليمون كامل غتشربو باش تبقى لينا فازكه ما تجيش ناشفه. هكذا كتجي الكيكه ديال التفاح ديالي اللي درناها بكيكه 7 ملاعق، كتجي لذيذه جدا وخفيفه. نتمنىكم تجربوها، الى عجبكم الفيديو نتمنى ديروا جيم الفيديو، الى عجبتكم القناه ومازال ما اشتركتوا بها نرحب بكم القناه ديالي وكم بكم اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الفيديوهات جديدة ان شاء الله. شكرا لكم، شكرا لتشجيعاتكم، والى فيديو لاحق ان شاء الله.